ايه رايك يا يحيى في البلاغ اللي قدمه فيك فاروق؟ بيقول انك اختلست منه 1,000,000 جنيه من شركه السياحه بتاعته. ما حصلش طبعا. ايوه يا ابني، بس انت كنت قايل انك شغال معاه ومسؤول كمان عن الحسابات. ايوه بس ما اختلستش. الورقه ده اللي تثبت مكاسب ومصاريف الشركه في الفتره اللي انا اشتغلت فيها. واضح جدا ان هو بلغ كايدي بعد البلاغ اللي انا قدمته فيه. ماشي يا يحيى، وانا هراجع الورقه ده وهحقق مع المحاسبين اللي كانوا شغالين معاك. ان شاء الله الموضوع يعدي على خير. وانا تحت امرك في اي وقت يا حبيبي. خير ان شاء الله. ان شاء الله. يا متر، هيخرجوها بكفاله مش كده؟ للاسف زي ما قلت لك دي جريمه قتل والكفاله هتترفض. جددوا لها الحبس لحد يوم المحكمه. ما تتعبش نفسك يا فاروق، ماليش مخرج منها خلاص. لا ما تقوليش كده، هتخرجي منها ان شاء الله. للاسف برضه يا فاروق بيه، كلام نهاد هانم صح. القضيه صعبه وغالبا هتاخد حكم مؤبد. مؤبد يعني ايه؟ امال انت لازمتك ايه؟ لا لو القضيه تقيله عليك قول لي اشوف محامي غيرك. يا فاروق بيه دي جريمه قتل ومع سابق الاصرار كمان. يبقى حظنا حلو لو قدرنا نخفف المده بحكم سنها، واي محامي تاني هيقول لك نفس الكلام ده. اسمعني كويس يا فاروق وما تضيعش الوقت. ياسين هو اللي جابني هنا ولازم يدفع الثمن. وغلاوتك عندي ما هسيبه غير لما يدفع الثمن. والحد ده ما يحصل انا هقول لك تعمل معاه ايه. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.